جاتنا هذه الفكره حيت هذا الموسم ديال العيد الكبير كيديروا كاع الناس ان شاء الله كيديروا من العيد العيد مناسبه ديال العيد، والناس ما عندهمش فين يحطوا الحاولي، كتجيك الفكره بانك يحطوا عندك فهمتي. السلام عليكم، معكم الاخ نوفل فندق عروف. دابا مقابله العيد مناسبه العيد كنترسقوا فيها على الله وداك الشيء. السلام عليكم، حنا خويا من السكنه ديال هذا الحي هذا، وهذا السكن الاقتصادي هذا كيطلب هذه الفنادق، هذه المساله ديال الفنادق على قبل الناس ما عندهاش فين تحط الحولي، وهذا نظرا للازبال نظرا للرائحه نظرا لشحال من حاجه. كاين الحمد لله، تشوف خا كاين كل الاقبال من ناحيه الانسان، من ناحيه الثقه، وما عندهمش الانسان فين غيديروا فندق خروف، حنا ما يمكنش غيديروا في السطاح، يقدر ينقز ليه غادي يديروا زعما واحد شويه. وحنا كنتعاونوا معاهم وهما كيتعاونوا معنا فهمتي، كنعسوا ليهم كنوكلوا ليهم كنديروا هذا بلا ما يضربوا متماره على هذه لهذه، ولكن كيتعاونوا معنا. الخدمات اللي كنوفروا هنا هي بان من ناحيه الماكله كتهلا فيهم كديرهم بحال ديالك سمعتي، هذه الخدمات. والامن كيكونوا معك الدراري، واحد ثلاثه الدراري يعني كيتعاونوا زوج بالليل وزوج بالنهار، وكتبقى مساله الثقه، الناس بان كيثيقوا فيك، هذا هو المهم. اش دايرين فينا الثقه اول حاجه، ثاني حاجه ما عندوش فين يحطوا، ولا حطوه في السطح ما مامنش، حطوه في الدار يقدر يوسخ لهم الدار يقدر يهرس لهم شحال من حاجه، هذاك الشيء اللي كاين. شوف كل شيء على الدراري الصغار. الظاهره تتكون كل عام، كل عام تتكون الظاهره هذه، وترحبوا بالناس، ولا ما كانش بحال هذا الشيء هذا الطقوس ديال الاعياد هذو، اللي ما كانوش بحال الطقوس هذو، بحال ما عندك لا عيد لا والو، فهمتي يا خويا هذاك الشيء علاش. وشكرا. الو، بالنسبه كتجيبوا الفندق خروف كتفضل فندق خروف، لان كيف كتعرف انا الساكن الاقتصادي برد ما كتكون صغيره. ثاني حاجه انا ديجا جربت العام اللي فات وخسر لي صباغه وخسر لي، يعني كنفضل ان فندق الخروف كيجيني احسن حل بصراحه، لانه غيخلي لي الدار نقيه وفي نفس الوقت ضيق، سيرتو انا كتعرف الريحه كتبقى على شحال، هادو هما من ضمن الاسباب اللي كيخليوني نجي هنا للفندق خروف. السلام عليكم، اسم ديالي السي محمد، من سكان اناسي، تنفضلوا في الاقامه اقامه الخروف على البرنامج احسن من الدار، حيت السكن اقتصادي ما يمكنش كانك تحط الحولي ديالك حتى في السكن الاقتصادي، وان الحمد لله داك الشيء راك عارف اللي كاين حد في القد اللي درتيه في الدار تما، غادي تمحن تكرفص الدار ديالك، وكتفضل انك تحطو عند الاخوان هنايا حتى نهار العيد ان شاء الله، وكيتساعدوا معاك يطلعوه حتى للسطح تمايا، وكيكون تدوز الامور بخير الحمد لله.